أختم كلامي بعد أن عرفنا أهمية التدرج في العلم، وأن التدرج في العلم أمران، الاستمرار فيه وعدم الانقطاع عنه، هذا واحد، لأن الدرجة لا منتهى له في العلم. والأمر الثاني أن التدرج فيه البداءة بالصغير قبل الكبير، وأنه أمران في العلوم وفي العلم الواحد. كيف المرء يسن له طريقا في التدرج في العلم؟ نقول أولا المرء، أو قبل أن نقول لك كيف يكون هذا الشيء، نقول اعلم أنه لا يوجد طريق واحد صالح لكل أحد، ولا أسماء كتب معينة تنفع لكل إنسان. بعض الناس في هذا الزمان يحبون التنظير كثيرا جدا، مر عليه 5 أو 6 كلهم يؤلف كتب، يقول ابدأ بكتاب واحد، ثم بعد كتاب واحد انتقل لكتاب رقم 2، وبعد كتاب رقم 2 انتقل لثلاثة 5، ويجعل لك خطة دقيقة جدا. وأسأل كثير من الناس يقول ما استطعت أني أمشي على هذا الخط. فاختيار خط بهذا الطريق قد ينفع معي لكن لا ينفع معك، والناس كثر. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء بنحوه في الصحيح، أبي هريرة وأبي الدرداء عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طريق نكرة في سياق إثبات، فتعم عموم أوصاف، عموم أوصاف، فدل على أن هناك أكثر من طريق كلها تؤدي إلى العلم، وكلها يسهل الله عز وجل بها طريق إلى الجنة، ما يدل على أنها طرق صحيحة. فالطرق كثيرة جدا، فلا يمكن أن أقول لك افعل كذا ولا ينفع غيرها أبدا. وبناء على ذلك يقول أهل العلم: إذا أردت أن تسلك طريقا فأول ما تفعله اذهب لشيخ وقل له ماذا أفعل. كان أحد مشايخنا المشهورين رحمة الله عليه، توفي وهو معروف، قد زار الكويت قديما، كان يقول: إذا جاءني الطالب فقال: يا شيخ أريد أن أقرأ عليك كتاب كذا، وهو رجل دمث الخلق، يقول: أقول له طيب اقرأ، يقول: وأعلم أنه لن يتم الكتاب. يقول الذين طلبوا أن يقرأوا علي الروض مثلا، يقول: ما لا أحصي من العدد، ولكنهم يبدأون بالطهارة ولا يكادون يجاوزون إزالة النجاسة، وما ختم الكتاب منهم إلا ما يملأ اليد الواحدة أو اليدين الثنتين. وأما إذا جاءني الطالب فقال: يا شيخ ماذا أقرأ؟ عرفت أنه نبي. شوف، ماذا أقرأ؟ الطالب هو الذي يقول للشيخ ماذا أقرأ، ليس هو الذي يملي على الشيخ، يقول: ماذا أقرأ يا شيخ؟ فالشيخ يعرف سن الطالب وأهليته، ويعرف الشيخ قدراته، هو الشيخ هو الذي يعرف قدراته. فبعض المشايخ يقول: ما أعرف هذا الكتاب. أحد المشايخ من العلماء الكبار جدا وقعت لي معه، فذهبت للشيخ، أخطأت أنا، فقلت له: يا شيخ سأقرأ عليك في جامع الأمهات لابن الحاجب، فقه المالكي، هو مالكي. قال: طيب. فلما بدأ نقرأ في جامع الأمهات ما يعرفها، فإذا أتينا في الكلمة قال خليل، ثم رجع لخليل بدأ يشرح لي كلام خليل، لأنه اعتاد على هذا الكتاب ويضبط تفريعه ويضبط ما يستنبط منه، وقد أقرأه 10 مرات. فالخطأ مني عندما اخترت كتابا الشيخ غير معتاد على إقرائه. إذن اختيار الكتاب ينظر للشيخ، ينظر للبلد الذي أنت فيه، ينظر للطالب، وهكذا. وفي الغالب أن الشيخ يعرف الكتاب المناسب في الإقراء. إذن الذي يستطيع أن يدلك على الكتاب الذي تبدأ به أولا هو الشيخ الذي يعني تلزمه. ولذلك جاء عند يعقوب ابن سفيان بإسناد صحيح أن سفيان أن أيوب السختياني رحمه الله تعالى شيخ الإمام مالك كان يقول: إن من نعم الله عز وجل على الحدث، يعني الشاب، وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة، يأخذ بيده ويدل على الطريق. وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. لأن الكبير يختصر لك أشياء كثيرة، وأنا وأنت تعلم أن كثيرين بدأوا العلم بقوة ولكنهم لم يوفقوا لطريق منهجي في طلب العلم. وأنا أكرر: لا يوجد طريق ولا طريقان ولا ثلاثة هما الصواب وغيرها خطأ غير صحيح، بل يتغير الطرق بحسب الزمان والأشخاص والبلدان والمشايخ الذي تقرأ عليهم. إن قلت لك الشيخ له أثر في قراءة الكتاب وهكذا، فلا يوجد طريق، ولكن الإنسان يعرف التدرج بأخذ العلم عن أهله. لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. الكبير يأخذ بيد الصغير فيختصر له أشياء كثيرة، أخطاء كثيرة قد يقع فيها لا ينتبه لصوابها إلا بعدما يعني يشيب على شيء شب عليه، فيختصر له هذا الأمر بهذا الأمر. ويذكر أن أحد المشايخ رحمه الله تعالى
جاء عند الشيخ محمد إبراهيم هو يقول لي جاء عام 1360، يقول دخلت عند الشيخ محمد إبراهيم عام 1360 يعني قبل 40 70 75 سنة. يقول لي هو الشيخ جاء من الأحساء، يقول فأتيت للشيخ محمد وقلت له أريد أن أقرأ عليك، قال لا اقرأ الكتاب الفلاني. يقول قلت قرأته، قال سمع، قال طيب. أو شيء قال له اقرأ القرآن، احضر حلقة القرآن ثم تعال، قال قلت أنا حافظ القرآن، قال اقرأ لي من كذا، امتحنه. يقول فامتحنني الشيخ، يقول إذن قال اقرأ، اذهب في الكتاب الفلاني احضر فيه عند الصغار لهم من يقرئهم، قال أنا حفظته وقرأته، قال اقرأ فقرأ. يقول فقال لي 5 متون هي العادة يبتدأ بها في ذلك الزمن. يقول لما أنهينا الخمسة قال طيب اذهب للكتاب الفلاني، فعد لي 3 متون طبقة متوسطين، فقلت إني حافظها البلوغ وغير. قال يا شيخ حسن احضر معنا درس الفجر غدا. فكان هذا الشيخ حسن رحمه الله تعالى يجلس يقول ما بيني وبين الشيخ محمد إلا المركة، المركة اللي هي المسندة التي تجعل بين الاثنين. فدائما أهل العلم شوف الشيخ قال لا تحضر عندي ابتداء، لأنه ما يعرف، ابدأ بالصغار القرآن والحديث والتوحيد ومختصرات المتون الفقهية وغيرها. قال أنا حفظتها وجاوزتها، لما امتحنه وعرف قال إذن احضر الآن، وعرف قدر هذا الشيخ بل قدمه وأقربه إليه. إذن أنا قصدي من هذا أن الشيخ هو الذي يعرف، فاستفد منه ولا تجتهد. فنظرية الخطأ والصواب هذه اجعلها في غير العلم، لأن العلم يحتاج إلى عمر طويل جدا، فاستفد من تجارب غيرك في هذا الباب. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.